أضاف رئيس أن قطر تخلت عن تعهداتها بعدم استضافة أشخاص لديهم تاريخ حافل في دعم الإرهاب. بعد قيام السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائهم، وعدت قطر بدراسة تلك المشكلات وتعهدت بعدم استضافة أشخاص لديهم أجندات من شأنها أن تضر بمصالح دول الخليج، كما تعهدت بعدم دعم أي منظمة إرهابية مع تقديم الدعم للحكومة الشرعية في كل من اليمن ومصر، إلا أن قطر لم تلتزم بتلك التعهدات، وهو ما دفع السعودية والإمارات ومصر والبحرين لقطع علاقاتهم بقطر في يونيو الماضي.